نحن نكرم اليوم فلة بهوب أقرأ قصيدة قصيرة بعنوان نساء بلادي. نساء بلادي نساء فقط، نساء بلادي نساء فقط، نساء بلادي نساء فقط، هن شرح، هن شرح كل معنى، هن مغزى كل نص. نساء بلادي نساء فقط، هن كاملات عقول كالنخل شامخات شاهقات فكر وحس. نساء بلادي يكفيهن أنهن نساء فقط، وفقط وحدها تهزم جيشا من الذئاب إذا ما الذئاب طمعا عن أنيابها كشرت وعوت. نساء بلادي نساء فقط، وفقط وحدها تفضح نعيق غراب تفسر مواء القطط. نساء بلادي لسنا فروعا من ضلوع، هن الجذوع هن الدروع وهن صد لكل شطط. طبعا مع فائق الاحترام وخالص الود للمرحوم الشاعر محمد الصغير ولد احمد، الله يرحمه. الكلمات كاسحات الغام، وهي مقداد طبعا الى رفيقي شكري بلعيد. يقول محمود درويش: اتفقنا الا نفترق الا بالموت، تاخر الموت وافترقنا. الى شكري بلعيد: ذلك النور في زمن الظلمات، كلام على الكلام. شكري يا صالحا، بين قوسين لتعلمون ان شكري كان شاعرا طبعا. شكري يا صالحا، قم يا حسين العلم، عرب العرب العاربة جمعت حقدها وأباحت دمك. أنصت إلي كي أخبرك، عرب العرب العاربة جمعت الأباطيل وشتتت دمك. شكري يا ناشدا دمي صولجان، فاجمعوا دمكم واتبعوني، أنا التراب البلد الأرض والقادمون، أنا الفاصل ما بين حبكم والجنون، وأنتم بداية حزن المساء حين السنون تخون. أنصت إلي إلى ما أقول وما لا أقول، دمك صولجان نعم، قم انبعث يا رفيقي، دمك هادر لا ينم، أصبنا جميعا بالجنون. وحمدان لم يأتي على فرس من غضب أو من لهب ليلم شتات العرب، بل اتحد الخطان منذ رحيلك، بل اتحد الخطان منذ رحيلك. والعجب والسنون تخول، السنون غابة نار، ونحن الوقود ونحن الحطب. شكري يا نازفا، سقطت أقنعة عن وجوه الذئاب، سقطت أقنعة لم تمت حين جاء نعيك، كنا نعد النشيد ونكتب آياتنا الرافضة رغم انتصاب العسس لحية ساقطة، رغم انتصاب العسس لحية ساقطة تنهش من لحمنا والجياع، وتنادي يزيد لتقتسم اللقمة الباقية. أنصت إلي كي أحدثك عن النخبة السافلة، لبست الأقنعة وتحلقت كالذباب تلعق الدنس، حين مر نعيك مروا إلى اللعبة التافهة، يزيد والشريك معاوية شريكان أخفيا الحقيقة الباقية. ها نحن يا شكري على قيد الموت، منذ حزنك العفوي ينساب في كلماتك نهر صمود، منذ كان فرحك المقصود يشع من عينيك يدلنا على مغارات الموت المجاني موزع على الحدود. يوم عريت أخوة يوسف أذعت أن الوطن قد بيع في مزاد علني، كنت تعلم أنهم ناصبوك العداء، وأن الموت قاب فتوة لا أقصى منك، وأنك ماضي دون التفات إلى خلود. فقد أخبرنا القماش أن الذي رماك جبان أحدب أعرج أحول، وأخبرنا القماش أن الرصاص بعد اختراق الردى قد أذابه حر دباك، وأن الذي رماك من قبل قد مات اختناقا بعمق رؤاك، وأخبرنا القماش أن الذي رماك طليق في البلاد يجول،
فكيف يقول الجنات إذن بأن البيدق بيدق المجهول؟ شكري، ها نحن على قيد الموت، ترى هل ترانا الآن كما نحن نراك؟ عذرا، أنت الآن ترانا أوضح مما نراك. ألم تصرخ قبل أن تلتف الساق بالساق؟ حذاري حذاري أن يصيب العمى بعد الرفاق. شكراً.